اهلا اهلا اهلا، لا مؤاخذة. ايه الهيصة اللي انت عاملاها دي؟ تهالي اتأخرت كده فقعدت اسمع مزيكا. الحقيقة اتأخرت عليك شوية. اهلا يا وايه الجوابات دي كلها؟ متأخرين عليا، كنت مسافرة فبرضه قلت كل دول بتهيألي ده جزء منهم، يعني انت رديتي على جزء تاني يعني. شوية شوية. بيجي لك كام جواب في اليوم تقريبا؟ بيجي لي كتير يعني، بس يعني مش تقريبا، حوالي مثلا من 100 ل 125 في اليوم. بترد عليهم كلهم؟ قد ما بقدر. بنفسك؟ طبعا. يعني بقالك صداقات من خلال الجوابات نفسها يعني؟ صداقات كبيرة قوي، كتيرة يعني. انا شايف جوابه هو جاي لك من الكويت. تقريبا من كل الدول يعني. طيب يعني الكلام عن الجمهور بتاعك والمعجبين بتوعك هيجرنا لنقطة مهمة جدا. الشهرة. بتتضايق من الشهرة؟ يعني بتحس انها بتحد من حريتك؟ شوف، كإنسانة عادية. طبعا ما اقدرش اقول لك اني طبعا هي حاجة يعني بتسعدني. وما اقدرش اقول لك ان انا احيانا ما بتضايقش منها. لان بيجي وقت تبص تلاقيك يعني مثلا ماشية، ما اقدرش، بس عايزة اعمل حاجات يمكن بسيطة برضو ما اقدرش اعملها. لكن اللي بيضيع ده، او مجرد اني بيضيع كل مضايقتي، مجرد ان انا اقابل مثلا جمهور وبعدين بيقابلني لطيف واحس كده يعني، طول ما انا ماشي في السكه بسلم على ناس. طبعا ده جميل جدا. يعني ما هياش عيون متطفله عليكي، ولكن عيون صديقه وعيون فيها حب وحب صادق يعني. فده بينسيكي كل حاجه. طيب كنت عايز اسالك برضو عن اخبارك، يعني هو ده هيجرنا لاخبارك. اخباري انا تقريبا في اجازه صغيره، وبعدين هسافر يمكن اول شهر المهرجان بتاع كالو بوفاري، احضر هيمثلنا الفيلم شيطان الصغير. وهيتعرض لي انا حب لا انساه خارج المهرجان. خارج المهرجان. طيب يعني انت دي ثالث مره افتكر بتسافري فيها في مهرجان سينمائي دولي يعني؟ لا، رابع مره. رابع مره. طيب يعني ايه بقى اللي احنا بنستفيده من هذه المهرجانات احنا؟ قطعا احنا بنستفيد، يعني يكفي بس ان احنا بنستفيد دعايه وبننقل صورتنا للمجتمع العالمي. فده قطعا مما لا شك فيه مكسب يعني. وبعدين بس متهيألي برضو ان احنا ممكن نحقق حاجات اكبر يعني. اذا تنظيم المهرجان يعني تحط له تخطيط، ومثلا بصران وبصه اعمق من موجوده. يعني وقطعا كل سنه بنشوف ان في تحسين من غير شك. لكن برضو في حاجات ناقصانا. واذا كنا احنا مثلا شوف رايي انا او اللي انا لاحظته عن تجربتي، ان لازم يكون في شخص او ناس يعني مختصين في الاعلام، ويكونوا مع الوفد او قبل الوفد، بحيث انهم يمهدوا لوصول الوفد من ناحيه. طبعا اولا يدرسوا نفس المكان اللي هيقام فيه المهرجان، لانه بيختلف من بلد لبلد من ناحيه طبيعتها، من ناحيه موقعها، ومن نواحي كثيره يعني. كثيرة دي لغة عربية. فلو في ده، واخد بالك، يجي الوفد يبقى كل حاجة ممهدة من ناحية الدعاية، من ناحية مثلا الصحافة في الخارج، من ناحية التلفزيون تبقى مترقبة وصول حتى النجوم بتاعها. يعني يبقى واضح، أو في تمهيد نفسي للوفد اللي وإداري بس سليم طبعا. بصورة مخططة مظبوط. فقطعا لازم احنا نجيب نتائج أكبر من كده. انت كم فيلم لغاية دلوقتي؟ عملت حوالي تقريبا يمكن 25 كده. 25. عمرك في السينما قد ايه؟ عمري في السينما يعني تقريبا حوالي 7 سنين. 7 سنين. طب وعمرك في الجواز؟ حوالي، مفيش داعي بقى. تقريبا حوالي 10 سنين. 10 سنين. انت عندك ابن؟ عندي ابن. طيب بتخليه يشوف كل افلامك، ولا بتختاري له الفيلم اللي هو يشوفه ليكي بالذات؟ بالنسبه لي انا كأمه؟ كأمه. شوف طبعا يعني ناديه لطفي الام بتختار
لفيلم لناديا لطفي النجمه المشهوره عشان ابنها يشوفه؟ نشوف قبل كده يعني، انا يعني مسؤوليتي بالنسبه لتربيته. يعني طبعا هيخش فيها ان انا ممثله. في الاول طبعا حاولت لحد ما على حسب سنه على حسب مفهومه ان انا اوريله السينما، او بمعنى اصح ان انا اوضح له الحاجات اللي المتفرج العادي بيشوفها وما طبعا ما بيعرفهاش، ما يعرفش ايه اللي وراها. يعني ساعات بقى طبعا هو كعقليه مثلا ابتدى يفهم ان اذا كان في عربيه بتصدم وبعدين بنشوف بتقع، فيجي يقول لي ايه العربيه هنا بقى وقفوها وبعدين رموا العربيه ماما وكده، فده شويه. بعدين بالنسبه ليا بحاول اوريله الافلام اللي ما هياش فيها انفعالات كبيره، لان مهما يعني كان عنده الوعي وكان عنده الادراك ما يقدرش يفصل نفسه او يفصل عاطفته مني. فمثلا لما ساعات كان فيلم فريد شوقي وبعدين كان المفروض بيسرقني وما اعرفش ايه، فعيط عيط بقى وقال سبتي وما اعرفش ايه وبتاع، تاثر. فبحاول ان انا يشوفني بس بصوره هاديه يعني عشان ما ينفعلش. طيب هو بينقدك في افلامك؟ يعني مثلا يقول لك الدور ده وحش الدور ده كويس؟ شوف لا هو يعني الحقيقه متحيز. يعني اي حاجه تعمليها مبسوط منها. طب انت بقى شخصيا بتنقدي نفسك؟ يعني مثلا ما فيش ادوار ما انتش راضي عنها؟ مثلا ما ندمتيش مره على فيلم مثلتيه؟ مش هنسمي طبعا، مش هنقول اسامي افلام، لكن فكره طبعا ان انت مش عايز تحرجني. قطعا في اعمال طبعا جايز ليها ظروف، جايز ليها حاجات كتير يعني بتطلع بس ما بتطلعش في الصوره اللي انا اكون راضي عنها. فطبعا مش بندم، بتضايق، لكن في الوقت ذاته ما بقفش عندها. يعني انا ايه بعتبر ان دي تجربه غلط. وبعدين ايه الاسباب اللي ادت الى العمل الفاشل او العمل الناقص؟ فبحاول اتلافاه، وده طبعا بيكسبني للمستقبل يعني خبره بحيث ان انا ما اقعش فيها تاني. طب انت مش بتقري مثلا السيناريو او القصه اما بتجيلك قبل ما تمثليها؟ بس برضو ما يمنحش ابدا ان يعني السيناريو حاجه وبعدين لما يتنفذ يتجسم وتشوفه قدامك حاجه ممكن تختلف وممكن تبقى كويسه قوي. طيب دلوقتي هنخش على حاجه شخصيه تانية. انت كزوجه زوجك ما بيتضايقش من شغلك؟ يعني مثلا كان زمان في اسطوره باستمرار يقولوا ايه ان الفنانه دي مش ممكن ابدا تبقى زوجه ناجحه لانه بيحصل متاعب ومش عارف، يعني الصوره القديمه الناس واخداها على الفنانه بتخليها بعيده عن الناس، بعيده عن الانسانه العاديه باستمرار. ما يعني انا شخصيا ما بحسش ده وملوش مكان يعني. لان انا في رايي ان الفن هو مهنه بالظبط زي اي مهنه تانية. وبعدين اذا كان الفنان ست يعني فبرضه النهارده المراه بقت مش جديد وبقت حاجه عاديه جدا انها بتشتغل. فهو الفنان انا ست بشتغل فزي المراه العامله اللي في المجتمع. مساله انها توفق بين بيتها وبين عملها ده طبعا يطلب منها مقدره ومع التمرين ومع برضو طبعا التفاهم بينها وبين الطرف الاخر ممكن تحقق ده. اذا كان ما فيش ده موجود يبقى هتفشل سواء انها فنانه او دكتوره او محاميه او اي مهنه في العالم يعني. طب ما بحسش ابدا يعني ايه فنان؟ ما فيش حاجه يا فنان، ده يعني مهنه جايز ليها مستلزمات اكتر فعلا. يمكن مثلا ما فيش تنظيم للوقت في حاجات كتير بس متهيألي ان يعني الست بتعمل يعني وصلت ممكن انها تحقق ده ببساطه جدا. طب يعني هل ده برضو بتهيألي برضو ان الفنان نفسه اتغير؟ يعني الفنان مثلا 44 فنان الحرب ده غير فنان 64 فنان الثوره. لما انا هقول لك حاجه في فرق كبير بالاثنين بس اصل هو الفنان انعكاس للمجتمع. فالمجتمع النهارده بتاع 44 مش موجود النهارده 64. نفس المبادئ نفس
المفاهيم كلها تغيرت. يعني مثلا السنه قول قبل بلاش مثلا احدد لك سنه يعني. الاول كان مثلا في مظاهر معينه احنا بنعتبرها دي يعني حاجه لطيفه جدا او العكس عيب. النهارده اختلفت ده يعني النهارده بقى لنا مبادئ واراء ومفاهيم جديده خالص. فبالتالي زي ما المجتمع اتطور وتغير انعكس ده على الفنان فبرضه احنا بنشوفه في صوره اخرى. لان مش ممكن ان الفنان يكون بعيد عن المجتمع ابدا. لازم يعيش ويشارك في احداثه وبتاع بدليل فعلا يعني يعكس الصوره بتاعته. بدليل انا ملاحظ برضو ان الفنانين الفتره الاخيره يعني بعد 52 شاركوا فعلا مشاركه ايجابيه في كل الاحداث اللي مرينا بيها تاريخيه وطنيه اجتماعيه. انا بقول لك هو الفنان بيعكس المجتمع. فاذا كان الفنان هو الفنان ايه؟ ما هو الشعب هو الجمهور. هو واحد يعني ابنهم واخواتهم وامهاتهم هم الفنانين فقطع لازم يشاركوا. بل بالعكس يعني يمكن بيبقى عندهم الحساسيه او قوه التعبير اكتر بس فلذلك بيكونوا اول ناس انهم بيساهموا في ده. بمناسبه بقى الحكايه ان الفنان صوره للمجتمع انت كنت في السد العالي مش كده؟ وشفتي انا شفتك هناك وانت بتصوري مشهد اثناء تحويل مجرى نهر النيل. يعني انا عايزك تكلميني عن السد العالي الناس اللي هناك اللقطات اللي ما قدرتش الكاميرا تصورها الحاجات الانسانيه اللي انت شفتيها. لا انا هقول لك حاجه يعني جايز هكلمك بانطباعي انا انطباعك الشخصي لان ويمكن مثلا بسيط او ما اعرفش يعني انا مثلا في وقت ما اهتميت جدا ان انا لازم اروح السد واشوف ايه بيعملوا هناك. ده مش ضروري من يعني من فتره فحاولت لكن المحاولات كلها كانت فاشله ولدرجه ان انا يوم رحت اسوان واضطريت ان انا اسافر برضو ما الحقش اشوف. فحظي ساعدني ان انا اكون موجوده وامثل في فيلم بيسجل الفتره دي. بتعيش في الاحداث نفسها يعني. فطبعا عشت وبما اني كمان بقى بعيش وعشان انقلها فلازم احتكيت بالعمال هناك وشفت ده يعني انفعلت بيه. اكتر حاجه يعني هزتني يعني مثلا ايه لما حصل تحويل المجرى يعني حسيت بقوة الإنسان بقوة العامل اللي هناك. تدفق المية أنا ما شفت فيه صورة يعني صورة يمكن تانية يعني شفت فيه إن ده فيه إرادة وفي قوة وفي عزم وفي فعلا عمل ففعلا هزني جدا. وبعدين الناس اللي قاموا في السد دول هما يعني مثلا تقريبا حوالي 30,000 30,000 يمكن مثلا مش رقم كبير يعني بالنسبة لشعبنا يعتبر تقريبا مثلا واحد على 1,000. فإذا كان واحد على 1,000 مننا عمل ده فما بالك الألف بقى يعملوا قد إيه. يعني ده يعني إداني أمل وإداني ثقة في نفسي وفينا إن إحنا ممكن وخلاص عندنا البروف يعني إن أو ال ما هو ده تكمله لكلامك انه حصل تطور في البلد وحصل تطور في المجتمع. يعني انا شفتكم هناك بتصوروا يمكن تحت حراره 45 ومع ذلك مبسوطين وبتصوروا بقلب مفتوح كده يعني انا كنت سعيده جدا او ان انا من المجموعه اللي يعني جت لي الفرصه ان انا اشارك في ده او احس او المسه لحد ما طبعا ولو بعمل بالصوره يعني. بالصوره اللي انا باديها او بالصوره اللي انا بشتغل فيها يعني ده بقى في بقى يعني مش كل الناس طبعا بتشوف بتعرف المجهود اللي بيتعمل ده. يعني في معظم لسه برضو ناس بيتصوروا ان حياه الفنان تساوي سهر وضحك ولعب. لا ده ما انا عايز اقول لك يعني شوف هو قطعا في دي حاجه فعلا مؤلمه او ساعات يعني بتضايق ان مفيش نظره جديه للفنان. يعني اول صوره مرادفه لكلمه فنان تلاقي يساوي مثلا ضحك وهزار ولعب يعني لا مبالاه ما يمنحش ابدا ان اي انسان يضحك اي انسان يلعب لكن ورا ده في عمل وعمل شاق جدا. لكن برضو انا بقول ان حقيقي احنا دلوقتي
ان اول عين بصت لنا نظره جديه وتقدير، وده قطعا يعني انعكس او هيزيد يعني الدوله. فزي ما في كان مهن كتير جدا برضو ما كانتش واخده التقدير بتاعها او النظره اللي هي لازم يعني تاخدها، وبالتالي ما كانتش بتشارك يعني بطريقه ايجابيه في المجتمع برضو. يعني مثلا الفن، مثلا العمال، هل النهارده نظره المجتمع للعامل زي الاول؟ لا، اختلفت. فبالتالي العامل النهارده بقى احسن من الاول. وبرضو انا برضو اقول ان الفنان النهارده نظره له مختلفه، وبالتالي هو بقى مختلف وهيبقى احسن. يعني يمكن قطعا في رواسب من الطرفين، لكن انا متفائله جدا وعندي امل كبير. طيب كويس. طيب نرجع تاني برضو الاغاني. طب يعني ايه مثلا، انت انا سمعت انك انت بتحبي ام كلثوم او اغاني ام كلثوم. الحقيقه يعني الاول جميل الحقيقه في اغاني ام كلثوم ايه، تغني مثلا غنوه انت عمري الاقي نفسي منسجمه جدا، واخر يعني انت عمري تغير مثلا تقول ما اعرفش هجرتك، قال الحكايه اتقلبت بقت هجرتك، ما اعرفش اروح لمين، يعني كل غنوه انت حافظه تلاقي إيه. لا يا طول ما بتغني طبعا اكون حافظه، اول ما تبطل لا اسمع بقى، ما انت قطعا حافظه من ناحيه يعني ما فيش داعي لاحرجي وقتي. لا معلش معلش يعني هقول لك ايه ولو ايه يعني انا عارف طبعا ان انت ايه ان صوتك رائع جدا، مش كده وعايزه تحرمي الناس من، لكن برضه يعني طلب مني طلب مش عيب، بالعكس يا ريت، لكن ما دام انا صوتي مش كويس فما في يعني، بس ده السبب ان انا على كل حال اقدر اقول لك ان خدت حديث صحفي كويس، وانا بشكرك الحديث ده هوت، واسيبك بقى لجواباتك واسطواناتك. ومش عايز احرم المعجبين منك اكتر من كده يعني، بتهيألي مش كده؟ انا شاكره جدا، فرصه سعيده قوي. انا شاكره. اهلا، مع السلامه.